جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أنه عند النوم إذا قرأ الإنسان سورة الفاتحة 4 مرات كأنه تصدق ب4000 درهم؟ أرجو بيان ذلك. قراءة سورة الفاتحة عند النوم لا أصل لها ولا دليل عليها، وإنما الذي صح أنه يقرأ عند النوم آية الكرسي وسورة الإخلاص المعوذتين. هذه السور الثلاث مع آية الكرسي هي التي تقرأ عند النوم. أما قراءة الفاتحة في هذا الموضع فلا دليل على ذلك.